السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ كلاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم نحضر معكم واحد الكيكه ديال التفاح، والمقادير عندنا فيهم جوج تفاحات، جوج كيسان دقيق، واحد الكاس ديال اللبن، ولا دانون ياغورت، ولا الحليب بحال ونص الكاس ديال السكر سنيده، والكاس ديال السميده الرقيقه ديال الحلويات، وكاس الروب ديال الزيت، وجوج بيضات، وجوج خمارات حمرين من فئة 7 غرام، جوج خمارات فاني من فئة 7 غرام. دابا درت في الإناء جوج بيضات، غادي ندير فيهم نزيد عليهم واحد الساشيه ديال الفاني، وهذه ديال التزيين. ملي نقطع التفاح نديرو فوق الكيكه غادي نرش عليها هذا الفاني والقرفة. دابا غادي نخلطو وندير السكر سنيدة ونخلطو. حنا غادي نخلطو مزيان. دابا غادي نخلطو مزيان، نخلطو مزيان كتذوب سنيدة، ونزيدو جميع المقادير. دابا غادي نزيد الزيت ونخلط، ونزيد اللبن، ملي خلط كلشي غادي ندير السميدة، وعاد نزيد الدقيق شويه بشويه. دابا غادي نزيد السميدة وندير الخمارات، ونزيد نص كاس الدقيق، نخلط كلشي. دابا درت كاس السميده وكاس الدقيق وكاس الثاني ديال الدقيق، كنزيد فيه شويه بشويه، ندير نص كاس، ندير فيها نص كاس ونخلط. كاس نص كاس كنزيد فيه شويه بشويه حتى نخلط. العجينه ما خصهاش تجي ليا ثقيله. وداك الشويه اللي بقى في الكاس الثاني غادي نزيدو. هزات ليا جوج كيسان ديال الدقيق وواحد الكاس ديال السميده الرقيقة ديال الحلويات. نخلط، هو كيجي العجينة كتجي على هاد الشكل هكا، نديروها على شكل 8. دهنت المول بالزبدة ورشيت عليه الدقيق، دابا غادي ندير فيه الخليط. دابا ملي كبيت الخليط في الطاوة غادي نستف عليه التفاح على هاد الشكل، على شكل دائرة. كنجيبو الدورة كلها وكنبداو في الوسط، تجي على شكل وردة. دابا درنا الدورة الأولى، غادي نديرو الدورة الثانية، وهكا حتى نغطيو هاد العجينة كلها. نديرو التفاح على شكل وردة، دابا درنا جوج دائرات هكا، غادي نعمر الوسط، هادو ديال الوسط نديرو ليهم هكا بحال على شكل وردة هكا، غادي ندخلوها للفران.
ودابا ملي استفت التفاح قبل ما ندخل على الفرن نرش على التفاح لافاني من الفوق، نرش عليه لافاني بحال هكا، والقرفه كيس ديال لافاني اللي فيه 4 غرام. دابا غادي ندير عليه القرفه، نرش على التفاح القرفه، غادي نديرها في الفرن طيب. ملي كطيب لينا كيكه التورته كيكه ديال التفاح كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نديرها في العينه ديال التقديم، وغادي نقطعها وتشوفوها كيفاش كتجي. دابا درتها في الإناء التقديم، غادي نقطع لكم واحد الطرف، كتجي شي شورطبه. وهذاك داك هذا فاني كيعطيها واحد المذاق زوين والريحه، وهذيك القرفه وكتجي رطبه ولذيذه، كتجي زوينه بزاف. وهي كتجي لذيذه بزاف، نقطع لكم فيها وتشوفوا ها هي كتجي رطبه ولذيذه بزاف. ولا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وشاركوا معايا في القناة، وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.